المسلم ليس بالطعان، لا يطعن في الآخرين، يسب، يشتم، يقتاب، نميمة، ينقل الكلام. المسلم لا يكون منه إلا السلام. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. نعم مسلم من آج بنشو من آج جي من آج بنشو تلين نعم مسلم بان ترتي سين تيت بان لاي كي قطو تاري سا نو جم نون ريكو ري سا بيب سوكسان تو جم كا تو كان نعم دار اسلام سين تيت لا تسمع منه إلا طيبا جي من ترو سداب ام بي كي لاي لو ترا تسداب نو بكار الله لا يمكن أن يتلفظ بالألفاظ القبيحة السيئة جرم من أن يجينا أوي دا نبيس من دي أوي دا كو أصعب خلوم بالله يقول مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون إذا وقعت المصيبة لا يقول مثلا أوف نعم ដូច្នោះដែរនៅពេលដែលមានការជួបអ្វីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បលើអ្វីមួយយើងគួរតែនិយាយថា Hasbunallah wa ni'mal wakeel la ilaha illallah ឬក៏យើងសូត្រនៅពេលដែលមានទុក្ខព្រួយនៅការមានមរណភាពផ្សេងៗយើងអាចសូត្រថា Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un